لا تزال هناك الأبواق الإعلامية الغربية الناطقة بالعربية تتربص بأي شيء تقوم به الجزائر أو يحدث في الجزائر لإشعال نار الفتنة عن طريق نشر الأكاذيب وتزييف الوقائع. التقرير لطارق دريدي. حيث انخرطت منابر إعلامية في حملة تشويه للحقائق وصب الزيت على النار من خلال تبني شعارات وتزييف للوقائع. هذه القنوات والأبواق اللي راهي ترفع في صوتها لأنها لم تستطع التوغل حقيقة، تريد أن تجد لها موطنا داخل الجزائر من خلال أنها تستهدف مثلا بعض الفئات، تستهدف مثلا منطقة القبائل، ومن بعد تروح تستهدف منطقة بني مزاب، ومن بعد تروح تستهدف الشباب في وارقلة، ومن بعد تستهدف في كل مرة ولن تتوقف. مواقع وقنوات تبنت عناوين استفزازية لكل ما هو جزائري عبر نشر أكاذيب وإيهام الرأي العام الدولي بوجود ما يشبه ثورة بالجزائر. قلناها وكررناها بأن هذه القنوات التي أنشئت وبالعربية ليس لسواد عيون العرب أبدا، بل لكي ترافق، إن لم أقل لكي تتقدم، مخططات تاع بين قوسين الربيع العربي. الجزائر تسير بخطى ثابتة ولا تعير أي اهتمام لهذه الحملة الشعواء اللي هي ليست جديدة على الجزائريين، يعرفوها جيدا، عشناها في التسعينات، عشناها في مختلف محطات مرت بها الجزائر. مواقف الجزائر في المحافل الدولية من قضايا مختلفة على غرار فلسطين والصحراء الغربية جعلت الحاقدين على بلد المليون ونصف المليون شهيد يستغلون منابر إعلامية لتمرير مخططات تستهدف تقويض أمن واستقرار الجزائر.